كثيرون من يموتون قليلون من تخلدهم ذاكره الوطن اللواء عبد الرب الشدادي او كما يصفه البعض بمؤسس الجمهوريه الثانيه احد ابرز مؤسسي الجيش الوطني كانت ولا تزال ذكراه عالقه في ذاكره اليمنيين رغم مرور ثلاثه اعوام على استشهاده اللواء الذي بدا مسيرته العسكريه ضابطا في معسكر خالد بن الوليد بمحافظه تعز كان أحد القلائل العسكريين الذين انضموا لثورة الحادي عشر من فبراير ضد الرئيس المخلوع صالح قبل أن يخلد شهيدا أثناء مواجهة ميليشيا الحوثي في صرواح بمأرب. هنا في مأرب أحيت السلطة المحلية وبحضور عدد من القادة المدنيين والعسكريين الذكرى الثالثة لرحيل اللواء الشدادي عاقدين العزم على مواصلة ما بدأه الشدادي ورفاقه وأثارت حادثة استشهاد الشدادي العديد من الشكوك حيال كيفية استهدافه حيث لم يُفتح حتى الآن أي تحقيق في الحادثة، في ظل أنباء كثيرة تحدثت عن صراع كان بينه وبين التحالف على إدارة المعارك ضد الانقلاب الحوثي، صراع لم يكن هدفه الشدادي وحده، بل سبقه وأتى بعده أيضاً عشرات من الضباط والقادة الذين رحلوا نتيجة استهداف التحالف لهم في مواقعهم العسكرية، سواء عبر مقاتلات التحالف. أو عمليات الاغتيال كالشهيد أحمد الأباره واللواء أحمد سيف اليافعي وغيرهم حوادث لم تستهدف القادة فقط بل استهدفت بنية الجيش الوطني الذي تشكل قبل خمس سنوات وهو أمر جاهر به التحالف مؤخرا من خلال أكثر من حديث عن نيته في إعادة هيكلة الجيش الذي بات ينظر إليه كعائق أمام مخططات التحالف الساعية لتمزيق وتقسيم البلاد